التوفير والعروض القوية لا يفوتها أسعار تن أند فايف اللي مدتها 3 أيام. سلام عليكم، صلوا على النبي، اللهم صلي وسلم عليه. تن أند فايف عروض قوية جدا، وعروض رمضان إلى 7 مارس بالتحديد 3 أيام. اللي بالتوفير يلحق مباشرة، يكتب تن أند فايف، موقعهم في حي العقيق على طريق الإمام سعود بن فيصل بن عبدالعزيز. ما عرفتوا الموقع اكتبوا تن أند فايف، العقيق بيوصلكم هنا مباشرة. العروض والأسعار والأصناف السنابات القادمة. فوان على الأبواب الله يشرفه، ما في بيت ما يحتاج مثل هالفوانيس. أقل سعر صورته أنا هالأيام، عدة أشكال وخيارات، جميع الفوانيس اللي تشوفونها قدامكم المضية 9.98 ريال هللة للفانوس، فانوسين لكل متابع حتى الكل يستفيد كحد أقصى 9.98 ريال هللة في 10 and 5 إلى 7 مارس. أي فانوس شفتوا قدامكم هذه الأشكال 9.98 ريال هللة. وجمع الأسعار القوية هنا وسعر موحد. عندكم مطحنة أو طحونة القهوة، عندكم فرامة البصل أو الخضار، بضغطة زر الوضع جاهز. بكم تأخذونه؟ 11.50 ريال هللة، 11.50 ريال هللة إلى 7 مارس في 10 and 5. طلايات الماء الكهربائي اللي تشوفونها قدامكم لتر فاصلة 8 وبكم؟ 11.50 ريال هلا لو، شرطهم الوحيد حبتين لكل متابعة الكل يستفيد، وهذه هي قدامكم 11.50 ريال هلا في 10 and 5 إلى متى؟ إلى 7 مارس أو نفاد الكميات. الخلاط اليدوي اللي تشوفونه قدامكم هذا النوع أو هذا النوع، 7 سرعات يا جماعة، 11.50 ريال هلالة، لك جهازين كحد أقصى في 10 and 5 إلى 7 مارس. الحلزوني وموقد الغاز اللي تشوفونه قدامكم أي واحد منها بكم؟ 11.50 ريال هلالة، شرطهم الوحيد جهازين لكل متابع حتى الكل يستفيد في 10 and 5 إلى 7 مارس. الكاوية اللي تشوفونها قدامكم 23 ريال فقط، ما انتهينا. الخلاط 3 في 1 قدامكم مع الطاحونة، الخلاط تأخذونه ب46 ريال في 10 and 5. عدات المياه اللي تشوفونها قدامكم بداخلها 20 عبوة، وكل عبوة حجم النص 330 ملي. الشدة 2.98 ريال هلا له، الوضوح أهم شيء. كم واحد يقدر يأخذ شدة؟ حبتين، شدتين فقط، شدتين لكل متابع. الحقائب اللي تشوفونها قدامكم للمناديل 10 عبوات، بداخل كل عبوة 150 منديل مفرد، هالحقيبة كاملة 5.75 ريال. الفوانيس الرمضانية المضيئة موجود خيارات كثيرة، بقول لكم شيء، أغلى شيء في هذا القسم بالتحديد 11.50 ريال هلالة، يا 5.75 ريال أو 11.5 ريال. عندهم أشوف هذه اللي عندك، هذه تزيين اللي عندك المقلط، تزيين التزيينات الرمضانية المضيئة كلها مضيئة، هذه بكم اللي بيدك؟ ب11.5 ريال، اللي هنا 11.5 ريال، وفي أشياء 5.75 ريال هلالة، لذلك هذا القسم أغلى شيء 11.50 ريال هلالة. حلات الخوص اللي تشوفونها قدامكم أقل سعر ممكن تلقونه هالأيام، شوفت عينكم المسكات الخشبية، الأشكال الدائرية، المستطيل، المعين، البيضاوي، يا جماعة 4.98 ريال هللة، أي سلة خوص هنا تشوفونها قدامكم سعر موحد إلى 7 مارس في 10 and 5، خيارات كثيرة جدا جدا جدا، أبمشي حتى تشوفون الخيارات اللي عندهم والسعر موحد فيها. 4.98 ريال هلا، حتى الأشكال اللي هنا ما أقدر أخذ كل الأصناف، الأشكال اللي هنا في أشكال دائرية هنا، أنا أحب الألوان اللي زي كذا صراحة، 4.98 ريال هلا، وأحجام ومقاسات صغير وسط كبير، هذا السعر في 10 and 5 إلى 7 مارس. يا جماعة سفرة رمضان للطاولات هنا القطعة كاملة وقايسينها من لحظات، وهذا هو المتر موجود، هذا يجيكم 1.5 متر في كم؟ في متر وعشرين، ويجي منها أشكال القطعة كاملة، ولا طاح إلا الشر، القطعة كاملة هذه قصتها ب11.50 ريال هلا. شوف اللي أيضا قطعة، أيضا هذه قطعة كاملة ونفس المقاس اللي ذكره، هذه القصة هنا 11.50 ريال هلا، أيضا هنا قطعة كاملة إلى هنا 11.50 ريال هلا. هذه الأربع أشكال اللي شفتوها، القطعة ب11.5 ريال، أيضا الباقي في أشكال ثانية زي هذه المتر ب11.50 ريال هلا للمتر، وفي منها خيارات كثيرة جدا. شوفوا يا جماعة الطاولات الفايبر اللي هنا وأسعار قوية جدا، طبعا المقاس يعتبر مقاس كبير، هذا الشكل أو الشكل البني يأخذونها بكم؟ 9.98 ريال هلا في 10 and 5، يجي منها لونين كلهم فايبر. يا جماعة هنا شربة رمضان أو صحون شربة رمضان، هذه كم داخلها؟ في ثلاث وفي أربع وفي حبتين. يا جماعة هالثلاث حبات مثلا اللي بيدي كم تتوقعون سعرها؟ 3 صحون 95 هلا، ما انتهينا، وين الأربع صحون؟ طلعي الأربع صحون، هذه أربع صحون شوفت عينكم، بسم الله ولا طاح إلا الشر، بسم الله بسم الله. إكريليك طبعا، يعني جودتها تكون ما كسرت، المهم أربع صحون ب95 هلا، في 4 في 3 في 2، والتجربة والصوت أو الشكل اللي شفتوه قدامكم خير برهان، 95 هلا، الزبديات للشربة.
ربطة الأكواب اللي تشوفونها قدامكم الربطات هذه 5.75 أربع ربطات يعني 200 كوب قهوة، اللي هنا أيضا 100 كوب قهوة ب5.75 حجم الأكبر، اللي هنا للشاهي مع المسكة 100 كوب 5.75 هذا الكميات ضخمة جدا شوفت عينكم، حتى الأكواب البلاستيك اللي هنا 200 كوب ب4.98 هلا لا الباقي على 5.75 كميات إلى السقف زي ما نلاحظ ونشوف يا جماعة السفر المفارش السادات النفايات اللحام كل المقاسات موجودة والربطة راهية عندهم ب3.98 هلا في 10 and 5 أي ربطة تختارونها من المفارش السفر زي ما ذكرنا كل الأنواع سعر فيها موحد كميات ألفية ذات الملاعق اللي تشوفونها قدامكم 200 ملعقة داخل هالشدة فيها الشفاف فيها السادات فيها المقاسات الكبيرة الصغيرة الوسط شوفت عينكم أربع شدات بكم بمجموع 200 ملعقة تقريبا 5.75 هلا لو الكميات شوفت عينكم قدامكم يا جماعة طقم الأكواب بكم تأخذونها أقل الأسعار اللي تلقونها هنا فيه 8 أكواب وفي طقم فيه 6 أكواب وفي طقم فيه 4 أكواب وفي طقم فيه 3 أكواب يا جماعة الطقم أي طقم تختارونه من هالأشكال اللي تشوفونها قدامكم 4.98 هللة فقط حتى الأشكال اللي هناك مثلا نفس السعر 4.98 هللة للعلم فيه 8 وفيه 6 وفيه 4 وفيه 3 هذه الأطقم أي طقم منها 4.98 هلا لا جيكات القزاز الشفاف قبل السعر القوي أبسأل عن الحرارة يتحمل حرارة غطاه ستيل وشخال هذا تقريبا ما أدري هو لتر لتر ونص الله أعلم ما هو قدامي البيانات أي 1800 ملي هذا هو قدامي أنا قريتها الآن 1800 ملي 9.98 هلا لا كميات ما توقف عنده طول كامل من الجيكات الرمضانية أي جيك تشوفونه قدامكم مع طقم الأكواب زي ما نلاحظ ونشوف طقم 4 أكواب ويجي من هنا كشات فيه الشفاف زي ما نلاحظ ونشوف فيه السادات أي طقم هنا ب11.50 هلا لا الجيك مع الأكواب عفوا هذا ب5.75 هذا ب11.5 صح يعني أي شفاف 11.5 الرسمات 5.75 هلا لا هذه الأسعار قدامكم أي جيك رسمة مع الأكواب 5.75 الشفاف 11.5 في 10 and 5 إلى 7 مارس التقديمات الرمضانية بكم تأخذونها يا جماعة الأشكال الذهبية مثلا مثل هالشكل الدائري مع حامل الستاند اللي هنا بكم تأخذونها أو المستطيل أو البيضاوي أو المراية أو الشفاف امسك عن أذنك 98 هلا لهذا الصف كامل وهذا الصف كامل أي تقديم الحبة أي تقديمات ذهبي الحبة ب98 هلا له فقط ومنوع فيها أشكال وخيارات كثيرة جدا يعني تقديمات الحلا السمبوسة القيمات هذه 98 هلا له الصف الأول الصف الثاني فقط في 10 and 5 إلى 7 مارس اسمع الصوت واضح يا جماعة القلايات اللي تشوفونها قدامكم في عدة أشكال والمسكة الخشب وأيضا الستيل اللي هنا بكم القلاية اللي تشوفونها قدامكم السعر سمعني السعر 11.50 هلا الحجم هذا وفي أحجام كثيرة جدا أي قطعة 11.5 بس المكرونة اللي تشوفونها قدامكم فيه الخواتم فيه الأصابع فيه الحلزوني فيه خيارات كثيرة جدا نوعوا شكلوا اللي يجوز لكم 400 جرام كل كيس 4 أكياس بكم الأربعة ب5.75 هلا سكر الأسرة اللي تشوفونها قدامكم طبعا 5 كيلو الناعم الكيس كامل بكم ب19.98 هلا له فقط يا جماعة شوكولاتة ريسس بكم تأخذوا الكميات مفتوحة خذوا الكمية اللي تحتاجون إلى 7 مارس داخل 6 قطع بكم 8.50 هلا له فقط الوادان اللي تشوفونها قدامكم 710 ملي في توب أند فايف 5.75 هلا له كويكر شوفان اللي تشوفونها قدامكم النص كيلو بكم في توب أند فايف عندهم ب5.75 هلا لا يا جماعة كميات الحليب اللي تشوفونها قدامكم الحليب 1800 جرام هذا حليب دنا المجفف سعر قوي جدا 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 قارن بنفسك بين الأسعار أبوة 1800 جرام حليب مجفف دنا ب19.98 هلا لا الدلالة اللتر ونص بكم ب5.75 هلا لا الموبب داخله 4 أظرف كل كرتون داخله 4 أظرف بكم 8.98 هلا لا تمر الخلاص اللي هنا هذا نص كيلو الحبة عندهم 3.98 هلا لا راعي اللي تشوفونها قدامكم 500 جرام بكم عندهم 9.98 هلا لا إلى 7 مارس 10 and 5 طالب السمبوسة اللي تشوفونها قدامكم يعطيكم حبتين في نفس الوقت 5.75 هلا لا المباخر اللي تشوفونها قدامكم خاصة هذه الأشكال اللي هنا
طبعا يجيكم زي الكريستال او اكريليك 11 ريال و50. هلا ايضا عندهم هذا الحجم الكبير 11 ريال و50. هلا الاشكال اللي هنا 11 ريال و50. هلا اي مبخره هنا اغلى شيء عندهم 11 ريال و50. هلا عينكم على حرف العين وب 11 ريال و50. هلا اي شيء الحجر اللي تشوفونه قدامكم هذا اي حبه من 11 ريال و50. هلا